لا يعلم هؤلاء النازحون من قرى المقدادية في محافظة ديالى لماذا باتوا منشردين في مناطق أخرى. كل ما يعرفونه هو أنهم نجوا من موت محقق. مئات العائلات المنكوبة من قرى نهر الإمام وشوك الريم والعامرية وبقية القرى حطوا الرحال في مناطق أخرى مختلفة من مدينة بعقوبة مركز المحافظة. ليلة دامية تم خلالها ارتكاب أبشع الجرائم بحق سكان تلك القرى نفذتها الميليشيات والعصابات المسلحة الموالية لأحزاب السلطة بدوافع انتقامية وأخرى طائفية وفق ما يروي السكان، بينما اتخذت القوات الأمنية الرسمية المنتشرة هناك موقف المتفرج. يعني حتى المجوسية ما تسويها، يجي القمر يضربه كتلة، طفل عمره سنتين مثل 3 سنين كتلة هو نايم، ما حد مسويها قبل. يشاط خالب الليل وكتلوه والكتلوه كتلوه ويحرقوا لنا بيوت وبساتين وحلالنا مباق وانقارينا في اذنب. 35 سيارة احترقت، عندك 70 بيت، عندك الحلال بالـ200 انعجم عدا الهوش، يعني كل هاي راحت على مال من؟ بعد حادثة مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين في قرية الرشاد من قبيلة بني تميم على يد تنظيم داعش وفق بيان رسمي، شنت الميليشيات وبعربات عسكرية حكومية هجوما داميا على السكان في القرى المجاورة محملة إياهم مسؤولية جريمة قرية الرشاد، لتستباح القرى في مشهد وحشي قل مثيله. احنا قاعدين بالبيت ما نحس الا رمي وعلى القريه قصي، بدنا نفتهم شنو الشغله ما ندري، طبوا للبيوت قاموا يحرقون يقتلون ما ندري. طلعنا احنا من البيت عفنا النسوان بالبيت خو ضاربين اختي ضاربين امي ضاربين، يعني ما مخلينا اخويا الصغير رايدين يسحبونه من عتني ويقتلونه، يعني على مال من احنا اقول لك على مال من هيك يصير بينا. طبوا للبيت مالنا رادوا يقتلون ابويا، قول الله خلصنا، جانا قائد عمليات قول الله خلصنا من هذول الميليشيات. يسمونه فطسونا بالاخمسات، سوانا مثل الطابه، واحد ذبح على الاخر بالاخمسات، انا وابويا فطسونا، حلالنا خذوه باقوه، حرامي هذول كل شيء ما خلوا علينا، نهبونه، ذهبنا فلوسنا كل شيء ما خلوا علينا. كتلونا الله وكيه كتلونا، عمره سنتين طفل يقتلوا يذبح بالمشروع مال وي. كتلوا واحد سقط مكسوسه رجله، جارنا مكسوسه رجله والوليد بالابنه ما على القريوله، الزموه وقتلوا الوليد وقتلوه وخلوه، قتلوا الوليد وقتلوا الشايب، واحد مكسوسه رجله اقول مكسوره رجله ومجابرينه على القريوله المسمور، الزموه حطوا طلقه بي وقتلوه، جهال قتلوا ما خلوا هانونا مصلخين جونا. إعدامات فورية وانتهاكات للحرمات لم تستثني أحدا من سكان قرى المقدادية وحرق للمنازل وسرقة للممتلكات، جرائم ميليشياوية انتهت بفرار من بقي حيا من الأهالي، بينما الصمت الحكومي مطبق. كل ذلك وغيره الكثير يحدث في عراق أحزاب السلطة.